حزب مستقبل وطن أعلن تأييده ودعمه ترشح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة. الحزب قال في بيان لي النهاردة أنه انطلاقا من الحفاظ على الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار العشر سنين السابقة وفي جميع قطاعات الدولة بشكل عام، واللي قادها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من وقت توليه المسؤولية وفي ظروف شديدة الصعوبة ووسط مجموعة من التحديات وصفوها نصا وأنا في رأيي بدقة عظيمة لم تتعرض لها الدولة المصرية في تاريخها المعاصر، ونجحت مصر تحت قيادة فخامة الرئيس وطبعا بتكاتف رجال الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطة المصرية في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار. طبعا ده كان ماشي في مسار متوازي، أنا بحاول أشرح لك البيان يعني، ده كان ماشي في مسار متوازي بجانب، وده اللي كنا بنتكلم فيه دايما، يعني إحنا قدامنا تحديات كتير وحرب على الإرهاب، وأي دولة غيرنا في الدنيا وحصلت، مش هقول لك ما حصلتش، قال لك لا أنا عندي حرب شديدة الأهمية ودي حرب وجود فانسى قصة التنمية خالص، إحنا لا. احنا حاربنا الارهاب الحمد لله والشكر لله، قضينا عليه عن بكرة ابيه، قدرنا ان احنا نهدم واحد من اكبر الاحلام اليمينية المتطرفة ليمين ديني متطرف عرفها التاريخ الحديث، ممثلة في حاجة اسمها تنظيم الاخوان المسلمين، وهدمت هذا المشروع بكامله في منطقة الشرق الاوسط، وبالمناسبة وده حقيقي والأوروبيين عارفين كده ويتدارسوه بالمناسبة، ما بقاش شيء غريب أو مستغرب يعني أنه كان يهدد أوروبا طبعا، وانت قضيت على كل ده وبالرغم من كده مشيت في مسار متوازي مع التنمية. معنا على التليفون مهندس حسام الخولي وأيضا سيادة النائب حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا فندم. ازي حضرتك، إيه الأحوال؟ الحمد لله تمام. اولا وحشني قد الدنيا، ربنا يخليك يا رب، يخليك يا فندم وربنا يوفقك دايما، ربنا يخليك يا سياده النائب. سياده النائب، يعني كنا عايزين نتكلم على انه الحزب بادر وبمنتهى السرعه خاصه بعد اعلان الهيئه الوطنيه للانتخابات انه قريبا جدا سوف يتم اعلان كافه الخطوات القادمه باذن الله للاجراء الانتخابي، فكان حزب مستقبل وطن صاحب اول بيان في التأييد والدعم لفخامة الرئيس في الترشح في الانتخابات القادمة، ووضحتوا مجموعة من العوامل ومهم ان احنا نفهمها مع بعض ونشرحها للجمهور بشكل عام، الشعب المصري. طيب بقول لحضرتك، انت انا كنت سامع حضرتك كده وانت بتتكلم على الارهاب. ناخد العشر سنين اللي فاتت كل طبعا سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فاحنا كنا فين من عشر سنين بنتكلم على الارهاب؟ كنا ما فيش دولة وكانت ارهاب غير عادي. حد فينا فكر او قال الارهاب ده كلفنا كام في العشر سنين؟ كلفنا طبعا ارواح شهداء من جيش وشرطه، ودول ولادنا وولاد اخواتنا وكلنا، ما هو شعب الجيش والشرطه ده من هنا احنا صحيح، بس بجانب وده ما لا يقدر بمال، ده حاجه اسمى كتيره جدا يعني. انما هل ما بعد هذا كان في مال؟ طبعا مال كبير طبعا. حد قال لنا هو كام وبكام وليه وانا ما مش هديكوا ايه عشان لا، بس حد فكر هو بكام؟ انا والدي انا فاكر كان بيحكي لي على سبعه من 67 ل 73، وهم اللي هم بالكلمه اللي كانوا بيتريقوا عليها ربط ربوط الحزام، لان ما كانش في حاجه خالص غير اولويات تجهيز جيش لحرب. فقد ايه؟ ست سنين وانتصرنا فيها. احنا قعدنا عشر سنين بنحارب، وحرب اصعب، لان الحرب يا استاذ يوسف وانت بتحارب عدو قدامك هو انت عارفه، للاسف احنا كنا بنحارب ناس من جوانا، ودي ظاهره وحيده في العالم، كل دوله واحده بتحارب ناس من جواها، ناس بتقول يا نحكم يا نحرق ونولع. صحيح. وانت مش عارف تفرقهم. يعني القصة مش بهذه السهولة. مع هذا المصاريف ومع هذا الدعم
بنينا بلد. على فكرة احنا كلنا في مستقبل وطن، ما احنا مواطنين مصريين قاعدين كلنا هنا في مصر، علينا هذا الغلاء. على فكرة احنا بنعاني من الغلاء وبنعاني من الأزمة الاقتصادية. صحيح. اللي جاتنا من بره، بس احنا بنعاني زينا زي اي حد من الشعب. احنا مش شعب يعني، مش بنتكلم واحنا طبعا في انجلترا طبعا. انما احنا عارفين ده ليه، هو ده الفرق. في فرق انك تعاني وكلنا نعاني، من اول راجل اعمال لغايه موظف لغايه كله بيعاني. الفرق بقى المعاناه دي ليه وتخلص امتى وازاي. هل المعاناه ده انت اللي جبتها ولا فرض عليك من حاجات عالميه؟ عندك كانت كورونا وعندك الازمه الروسيه الاوكرانيه. اما تيجي تقول لي القمح المدعم، الرغيف المدعم والغير مدعم عشان اوفره ال 110 مليون، هو بمزاجي ولا بمزاج حد؟ اترفعت فاتورته 4 أضعاف، اترفع بترول، اترفعت زيوت. انا بتكلم على الف به، مش الحاجات الثانيه بس لازم اوفرها. حد فينا ما لقاش رغيف عيش مدعم او غير مدعم؟ هي دي سهله؟ مش سهله. إدارة الدولة مش سهلة. أنا بفند حضرتك ليه القناعات دي يعني. إنما كلنا بنعاني، أيوة زينا زي العالم وأكثر شوية من العالم، لأن إحنا أكثر دولة مستوردة للقمح. عشان ما حدش يقول لي ليه إحنا أكثر دولة بنعاني، لأن إحنا أكثر دولة مستوردة في الزيوت. وبالتالي طب فرصة، هل الأزمة العالمية دي بتقعد قد إيه؟ أي أزمة عالمية في تاريخ العالم بتقعد 3 سنين، بتقعد سنة، بتقعد 4، بتقعد 5 وبتنتهي. بعد ما انتهت بقى، انت في ال10 سنين دول حاربت ارهاب بس واستسلمت لازمتين عالميتين، ولا بنيت بلد؟ بنيت طرق في ال10 سنين، بنيت مواني، بنيت يعني ده انا هقعد عدد، مش بنيت مواني، بنيت مطارات، بنيت، عملت زراعة، عملت مصانع. يا نهار، يا بقى عندك قد ايه اصول؟ نتكلم عمليا، احنا زمان يا استاذ يوسف كنا بنستلف اقل من دلوقتي، بس كل السلف كان اكل وراحوا. طب باشمهندس حسين، لو سمحت لي هحتاج منك، مش هسميها المقارنة، هسميها المقاربات أو المفارقات. واسمح لي مهندس حسام، عندك تاريخ طويل جدا في العمل السياسي، وتعمل بالسياسة 80s و90s و2000s لحد 2000 لحد وقت لحد 2023، وتاريخك السياسي لحد 2014 معارضة 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 معارضة، صح؟ صح. ثم نشوف المهندس حسام، وكأني أسقط الكلام على نفسي برضه، لكن أشوف المهندس حسام الخولي وهو ينتقل من مربع المعارضة إلى مربع التأييد. وهنا بيجي السؤال اللي أنا ليه قلت المقاربة كده؟ علشان يبقى المواطن عارف أنه إحنا نتكلم، يعني من لم يعلم فإحنا نعلمه. المتحدث الكريم مهندس حسام الخولي رجل قضى عمله السياسي كله معارضة، ثم بدأ من 2014 في مسألة التأييد، فلازم الناس تعرف ليه؟ أقول لحضرتك ليه؟ لأن الإنسان اللي ما بيتعلمش ما يبقاش إنسان. أنا كل حاجة خدتها من جوايا بضميري. أنا كنت موجود في 2011. أنا كنت في المظاهرات 2011. طبعًا. وكنت ساعتها بقناعة بإيه؟ اي حد يحكم، ده احنا 110 مليون، هو ايه اللي ايه المشكله؟ ايه اداره دوله؟ احنا 110 مليون عندنا عباقره. اتعلمت درسين، واللي ما بيتعلمش هو حر، بس الناصح اللي بيتعلم من تجارب. اتعلمت لا، مش اي حد يحكم، لا احنا مش دوله زي اي دوله، لا احنا لنا ظروف خاصه ما اقدرش اقيس عليها، لا لازم تبقى انت عارف ايه الاحسن عشان تقول ده اوحش. احنا كنا طالعين في 2011 بنقول ده وحش، مقتنعين او عارفين ايه الاحسن.
كنا فاهمين انه اي حاجه احسن. لا، مش اي حاجه احسن، دي نمره احسن. اتعلمت يعني ايه اداره الدوله، مش قصه سهله. يعني ايه توفير؟ انا جبت ابسط حاجه، رغيف عيش. اتعلمت، هقول لحضرتك ايه، اتعلمت ان النظام العالمي اوقات، وانا قلتها حتى لواحد صاحبي، طول عمري كنت بتكلم بقول ديمقراطيه غربيه وانا من جوايا كده، لغايه ما لقيت الحرب الروسيه الاوكرانيه، ودي حاجه مش فاهمه، سيبك من الاقتصاد سياسيا يعني، ولقيت الاعلام كله الاوروبي ما بيجيبش حاجه على روسيا وبيجيب لاوكرانيا بس. الله الله، امال فين الراي والراي الاخر اللي انا طول عمري عايش على ده؟ اوروبا. وفين التوازن الاخباري والتوازن في الطرح؟ واين المهنيه والموضوعيه؟ انا بتكلم على مش دوله، انا بتكلم على الدول الاوروبيه وامريكا، الدول مش دوله، من اقصى لاقصى. لازم الواحد يراجع مفاهيمه ويفهم ان كل دوله بتدور على مصالحها بس، مصالحها بس، مفيش وضع عالمي تقول لي الدوله الفلانيه. هقول لك حاجه يا استاذ يوسف اتعلمتها جامده قوي. اتعلمت لما جاء فارق بين اقتصاد واقتصاد، وحد يقول لي بص الدوله دي عامله ايه، اشوف تعداد السكان عندهم. بص اللي انا اتعلمته طبعا زاد قد ايه في 20 سنه، لاني اتعلمت ان احنا حكومه وهم حكومه. انا عندي كثافه 70 طالب مثلا، ونفترض هو عنده 70 طالب، هو بنى فصل وانا بنيت فصل، اهو احنا الاثنين حاطين الفصل اهو، هو نزل لان ما عندوش الكثافه السكانيه المتزايده على طول، فنزل الكثافه من 70 ل 65. انا بنيت فصل ولا الناس حست بيه، مع ان نفس الفلوس اللي دفعتها، لان انا الكثافه السكانيه عندي لقيت الفصل ده يا دوبك ياخد الجديد ما ينزلش القديم. فتعلمت في المقارنات، لازم تتعلم في المقارنات، ولازم نعيش في الواقع، ولازم نحن بننتقد نفسنا وبنجلد الذات، يبقى عندنا في جلد الذات ايه الميزه وايه العيب؟ ايه اللي حققناه؟ ان الاصل في العالم في 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 هقول لك ايه؟ في نفس الشر اللي قاعدين يملونا وفي العالم، وهو بيبث لك دايما يبث الاخبار السلبيه بس مع الاشاعات، بس دايما طبعا الاخبار السلبيه مع الاشاعات الغير عاديه. انما لا، في نص كوبايه، مش نص، في ثلاث ارباع، في 90% من الكوبايه مليان. انت كان عليك ايه بقى عليك ايه؟ طب الفلوس الاستراتيجيه دي فين؟ اهي في المدن الجديده، تحب ابيع حالك في القطورات، تحب ابيع حالك، ما هو كل ده فلوس بتاعتك يا مواطن مصري، في طرق، تحب ابيع حالك. واحنا احنا بنخترع العجله، ما انجلترا هو القطر بتاع انجلترا يا استاذ يوسف، مين اللي مين اللي شاريه؟ السكه الحديد، ما شركات ايطاليه مثلا يعني، مش دي اسد، ده فلوس، دي قيمه، احنا فلوسنا كبرناها وموجوده. ظروف عالميه بتمر بينا اه، بس تخلص انت اتنقلت فين؟ ياه. لا، فلازم الواحد في ضميره من جوه وهو بيتعلم. صح. انما انا كان عليا ايه زي ما حضرتك قلت كده، ودي حاجه حلوه قوي، انا سني دلوقتي 60 سنه، هتفرق معايا انا ما اتحول؟ انا من دماغي لازم الانسان يقعد يفكر ويطور نفسه. لا والله، انا حديثي فعلا مش على مساله مين تحول للايه، لانه بمنتهى البساطه انا كنت عايز اقوله ايه. ده مهم قوي. لا، أنا اللي انا عايز اقوله انه ايوه، هو ناس عرضت فلان وعلان وترتان. صح. وفي نفس الوقت عندما وجدوا ان هناك من يصلح ويصلح، اذا هو انا عرضه ليه؟ هو انا بعارض لمجرد المعارضه؟ يعني هو المعارضه دي مفترض انها هي نشان اعلقه على صدري، ولا انا بعارض بمنطق وعقلانيه؟ وعندما لا، اؤيد ايضا بالمنطق والعقلانيه. ازود عليك بقى، انا اتعلمت، انا مش عاجبني فلان، مين احسن منه؟ ما تقوليش فراغ،
ما تقوليش لا اصله مش عاجبني يعني، او انا ما بحبوش. ايوه ما تقوليش ما احنا 110 مليون. على فكره انا كنت مقتنع بكده بالفحص. لا 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 لازم تجيب لي واحد اقتنع بيه اكتر وابقى واثق ان انا مقتنع بيه اكتر عن دراسه في مليون حاجه. غير كده لا، غير كده لا. هي دي الفكره الاساسيه. انا اتعلمت ما اروحش المجهول، اتعلمتها صح، ما كنتش مقتنع بيها، كنت فاهم ان المجهول ده سهل. لا هو مش سهل في اداره الدوله زي ما صحيح. أنا بشكرك جدا 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 باشمهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ المصري.